لمزيد من تفاصيل ونقاش موضوع الانتخابات ينضم إلينا من عمان حسين العليان، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. أستاذ حسين، برأيكم كيف ستنعكس مشاركة ميليشيا الحشد في الانتخابات وتغييرها لأسمائها، كيف ستنعكس على المشهد السياسي المتأزم أصلا؟ يعني هي هذا الموضوع ليس جديد. هم مشاركين في العملية السياسية وفي النظام السياسي من الانتخابات السابقة أو اللي قبلها. يعني هو العامري كان شو بمثل ميليشيا بدر. لكن هذا الوضع الشاذ في العراق أنتج ميليشيات، ميليشيا تلد ميليشيا، وكل زعيم عصابة سوى ميليشيا. يعني كل الأحزاب السياسية والدينية في العراق والقائمة على أساس ديني ومذهبي عندها ميليشيات، حتى بعض الأحزاب الليبرالية عندها ميليشيات. لكن الذي حدث هذه المرة، لو نتحدث على سبيل المثال، ميليشيا الحشد هي ميليشيا عسكرية، وبتقنينها وتقنين تواجدها العسكري تحولت إلى مرحلة أخرى تريد الخوض في المعترك السياسي. بس الحشد هو قسمين، الحشد اللي اعترفت فيه الحكومة شيء وجاء بموجب فتوى من المرجعية على اعتبار ضرورة الجهاد الكفائي، وثم أضيف للجيش كمخصصات وإلى آخره، والبرلمان وجد له تشريع. والميليشيات المسلحة من خارج إطار الدولة شيء آخر. اليوم الحسبة تاهت بالعراق، الكل صار بنفس السلة، والكل اليوم بيخلع البزة كما ذكرتوا في برنامجكم في تقريركم، يخلع البزة العسكرية ليتحول إلى سياسي. وأنا أعتقد أنه ملاحقة المظاهر العديد الناجمة عن النظام السياسي في العراق كمن يلاحق السراب، سواء كان فيما يتعلق بالفساد، بالميليشيات، بالقوانين، بجلسات البرلمان. يعني هذا أنا شايفه من المتابعة العابثة، لأنه النظام السياسي كل يوم بنتج أزمة وكل يوم بنتج مظاهر. نعم. ما لم نذهب لمعالجة النظام السياسي من جذوره، ما رح نقدر نعالج المشكلات عبر مظاهرها. كل يوم نخلق أزمة، وكل أزمة تلد أزمة جديدة، وبنلتهي بالأزمة وبضيع الموضوع. الحديث عن هذه الأزمات، ووفقا للنائب زينب طائي، هناك عمليات ابتزاز يمارسها برلمانيون بهدف الحصول على وثائق وشهادات دراسية، ما مدى صحة ذلك وما عواقبه؟ يعني هو صار للعراق 14 سنة بيحصلوا الناس فيه على شهادات مزورة. يعني هو كل الطيف السياسي حمل شهادات وهو لا يملك يعني مقومات حمل تلك الشهادات. اليوم لأنه قرر قانون في البرلمان أنهم محتاج عضوية البرلمان تحتاج إلى خريج جامعة، يعني الكل سيبحث عن شهادة وسيشتري شهادة. والنظام السياسي الفاسد واللي شمل حتى القضاء الفاسد سيمرر كل تلك الجرائم. يعني جرائم التزوير ليست جديدة في العراق. يعني احنا لما تتحدثوا عنها اليوم كانكم تتحدثوا عن موضوع جديد. لا، هو قديم، موضوع جديد، لكن نتحدث باعتبار كل هذه المظاهر تحدث عشية الانتخابات. يعني هم نواب مرشحون لانتخابات رسمية يلجؤون لتزوير الشهادات الجامعية بهدف الترشح في قوائم، يعني ينصب في موضوع الانتخابات. أستاذ حسين، لا، خلافي في المسألة مناقشة الموضوع تبدأ من ليست من المظاهر. يعني أنا مش مركز على موضوع المظاهر ولا أهتم بكثيرا بمسألة المظاهر. الانتخابات بدأت، يعني نظام القانون الانتخابات قام على نظام سياسي لا يمكن لهذا النظام السياسي أن يحول البلد إلى بلد ديمقراطي. نعم، أشكرك جزيل الشكر حسين العليان، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.